صاير اليوم؟ متأخر كتير. مرحبا. أهلين وسهلين. تأخرت كتير وشغل بالي عليك. كنت عم نزل بضاعة. الله يعطيك العافية. الله يعطينا خيرك. بالظاهر بدك مصاري. لكن شو بدك؟ بدي أتغدى معك يا حبيبي. بدي أتغدى معك يا حبيبي. مها بلا لف ودوران، قلي لي شو القصة؟ أينو قصة؟ قصة هالعزيمة العرمرمية، هالمائدة، هالوليمة الفاخرة، كل فكري العيد والله. وأنت قلتها، بالنسبة إلنا أحلى عيد. عيد شو؟ عيد العمال؟ لأنه عيد زواجنا لسه بكير عليه. عيد ثمرة زواجنا يا حبيبي. ثمرة زواجنا؟ شو قصدك؟ ما فهمت عليكي. أنا حامل. نعم؟ مفاجأة حلوة كتير ما؟ مفاجأة حلوة؟ منين حلاوتها؟ لسه 6 شهور ما صرنا متزوجين، على القليلة خلي يمر سنة بلا أولاد. الشغلة مو بإيدي. لكان برجليك. نعيم ليش هيك عم تحكي؟ بدك تزعلني منك ها؟ حدا بيقول لها لمرته هيك وهي عم تبشره أحلى بشارة بالدنيا؟ هذا بدال ما تبوسني وتبارك لي وتنزل تجيب لي هدية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يسامحك يا مها على هالعملة، لسه ما لحقنا ننبسط بعرسنا. طبعا ما بدك اولاد مشان ما ترتبط وتضلك دايرة ورا النسوان من وحدة لوحدة. من كل عقلك عم تحكي هالحكي؟ لكان من نصه. تعال ما بدك تتغدى؟ ما بدي، مفاجأتك السارة صدمتني نفسي.